انطلقت من المطالبة بحق الشغل، انطلقت من المطالبة بتوفير مواطن شغل، انطلقت من المطالبة بتوفير استثمارات داخلية. من غير الطبيعي ان ندين هذه التحركات، من غير الطبيعي ان تواجه هذه التحركات بالرصاص الحي، من غير الطبيعي المفروض ان تواجه. المفروض ان تواجه هذه التحركات بالحوار مع الشباب العاطل، بالحوار مع شباب طارت بطارته، بالحوار مع شباب قاعد يلاحظ في الحي في الانتداب في المناطق الداخلية، قاعد يلاحظ في اللاعدالة في الانتداب. اليوم نبهنا اخواني من زمان الى ضرورة الانتصاب في المناطق الداخلية، الى ضرورة مزيد العناية بهؤلاء في مناطق التصحر الثقافي، في مناطق التصحر الفكري، في مناطق تحتاج الى رغيف الخبز. لا يمكن للاتحاد الان تنسي الشغل ولا النقابيين مهما لامهم الاخرون ان يكونوا خارج هذه الحركة. الاتحاد في عمق الحركة الاجتماعية، الاتحاد منظمة وطنية اجتماعية تناظر من اجل واقع افضل. الاتحاد اعاد دراساته وقدم دراساته وقال راه اما العناية بهؤلاء والا فالشارع مستقبلا هو الذي سيحرك المطالب. نعم شدين يا اخواني، شدين الكل في صراح الموقفين مهما كان هؤلاء الموقفين، شدين في صراح النقابيين وشدين في صريح عموم المواطنين. هذا موقفنا في الاتحاد وموقفكم. شدين في صراح الموقفين الكل دون استثناء، عمال وفلاحين وطلبة، نقابيين وغير نقابيين، شادين في اطلاق صراح كل من تم ايقافهم في المرحله الاخيره، لان الحلول عندنا في الاتحاد ما هيش حلول امنيه، لا هي الحوار، هي الحديث مع كافه الفئات. الحل الامني ما يوصلش، هذا موقفنا في الاتحاد. وعندما نقول موقوفين لا نفرق، وعندما ندخل المكتب التنفيذي والامين العام ما يكونش هذا طالب لا، وهذا تلميذ لا، وهذا من يخدم لا، وهذا نقابي لا. كل شرائح الشعب التونسي اللي نزلوا لساحة محمد علي، الاتحاد تكفل بهم وسيدافع عنهم حتى مغادرتهم للسجون. هذا الموقف المبدئي للاتحاد، هذه قناعاتنا. اليوم اخواني شعارنا الاول، اليوم شعارنا الاول هو اطلاق سراح كافة الموقوفين. شعارنا الثاني لابد من اصلاحات تمكن من فضاء رحب للحريات السياسيه، اعاده الاعتبار للرده التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان، مكسب تاريخي وطني، لابد من هذا. نريد مجتمعا في مؤسسات تتحاور من اجل واقع الاخر، نريد مجتمع محترم في المؤسسات، تحترم فيه استقلالية القرار، تحترم فيه المواقف النقابية. النضال اخواني بما يوحد الممارسه بيناتنا، نختلف في الاتحاد، نختلف في الساحه الشعبيه، لكن قادرين نتوحدوا في ممارسه كما هذه، للوقوف الى جانب اهالي سيدي بوزيد وقصرين وسليانه وكاف وجنوبه وكل المناطق اللي ظلت محرومه من اسس التنميه. مش بهذه الطريقه سنقف صف واحد، بوحده الممارسه على قاعده الاختلاف في الراي، وهذا ممكن وتاريخيا اثبت اللي ممكن، ولا
طيب اخواني مطلبنا الاول اسمعوه ورفضوه. قلت الاول والشرط الاساسي هو اطلاق سراح كافه الموقوفين مهما كانوا. واحد، ادانه الاعتداءات بالرصاص الحي على المواطنين. اثنين، ثلاثه، اعاده الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني ومنها الرابطه التونسيه لحقوق الانسان لعقد مؤتمرها في كنف الاستقلاليه. أربعة. لابد ويسمحوا لي رجال الإعلام الموجودين من ارتقي الإعلام الوطني إلى مستوى القدرة على متابعة الأحداث. لابد من إعلام حر، لابد من إعلام لا يفزع إلى القلوب، لابد من إعلام يحترم التنوع، يحترم التنوع الفكري. وإحنا في الاتحاد قلنا هذا، راهو عندما تترك فراغ في الإعلام ما عادش يبقى شكون يعبيه. لا يمكن أن نتحدث اليوم بإدانة للجزيرة، الجزيرة لقات فراغ وتحدثت كما أرادت. المشكلة في إعلامنا الوطني، يجب أن يتطور، يجب أن يرتقي إلى مستوى التعبير على طموحات الشعب التونسي. المشكلة في الإعلام الداخلي، بحرية الإعلام. هذه إخواني جملة مواقف الاتحاد. واليوم نشوف الخويا الموجودين واحنا بالنسبه حتى للي عيطوا تو ضد المكتب التنفيذي، اذا كان يتمس منكم واحد لان العام والاتحاد هو اللي باش يدافع عليه، هو اللي باش يدافع عليه من يوم. احنا اليوم في موقع واحد، احنا في ساحه اتحاد مستقل. تو تجي الاتحاد يقول لك انا راني شاهد في صلاح الموقوفين كيف الشعار بلا اله، وانا مشيت سليان اليوم والقصرين للمطالبه بهذا. تجي الاتحاد يقول لك لابد من اصلاحات ويقول لك الحلول الامنيه. لا، هذا اتحاد مستقل في قراراته ويستمد مواقفه من قاعدته ومن عماله ومن نقابيه، وما يستمدهاش الا من املاءات اخرى. لا، حتى الاملاءات الاخرى احنا رافضينها، لا نستمد قدرتنا من الخارج، ولا نستمد مواقفنا من السلطه، ولا نستمد مواقفنا من اي طرف كان. اتحادنا وهيكلنا هي مصدر قراراتنا الوحيد في الاتحاد العام التونسي للشعوب. انا بودي باش نختم الحديث، ولا اعتقد اخواني انه احنا ندعو الى الحوار والى الحوار مع الاطراف الاخرى ولسنا في مستوى القدره على اداره الحوار داخل. لا اعتقد هذا. نحن عندما نتمسك بالحوار من اجل تبادل الاراء، من اجل تبادل الافكار،